السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واش الاخوان صباح الخير عليكم، خبرنا عليكم بزاف الوليد والله الا خبرنا بالله. اييه شوما شوما خبرنا على الناس كيسولوا فينا الناس. احنا موجودين الخوت وجايين جديد غير مع الخوت مريض وداك الشيء ودرت التحليلات وداك الشيء وراه لاباس عليا دابا تريتمون تبع تريتمون ديال تريتمون وراه باقي غنشوف واحد تبعوك ان شاء الله. كيفاش والبركه كترجع لخالد والوضع هو طبيب طبيب ولكن كيخلص. لا المشكله ماشي على الخلاص، مشكلة الخوت الطبيب كيقول لي ما تاكلش السكر كيمشي كيقصي عاوتاني. لا 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 ما كنقولش جماعة وراس ها هو حسام اهي شوف ها الكاميرا كي دايره ومزيدة هما كيجي الناس دراري صافي واحد ثلاثة حبات وزدة من بعد غادي نقول له وايد حلها ونشوفوا الرياكسيون ديالو الخوت. المهم داك الشيء راه غيتشرشر، الناس اللي ما عارفينش التحدي يمشيو يوتيوب يطبيو غير التحدي مينطوس راه يطلع لهم الخوت. اللي بغيت نعرف دابا بغيت نعرف امتى غادي نحطوا لكم، واش اليوم يتبع عشيه ولا غدا؟ ها هو السونداج الخوت قولوا لي اليوم ولا غدا. المهم الاخوان غاديين في غدينا حسام ايمي وكناري ويا قال ايمي وكناري ودابا دوي بصح غادينا الخوت اللي زين تاست ان شاء الله ديال تيزين تاست وجدور وسكون شي طاجين ديال الدجاج البلدي لا ذبحوا شي معزي لا هو طور. المهم الاخوان ان شاء الله راحتكم ايمي وكناري الحمد